سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش نسيك. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. أهلا بيكم. 10 من خيرة أبناء الوطن جادوا بأرواحهم الخميس الماضي، جنود ضباط من المؤسسة العسكرية الوطنية المصرية. الخبر ده معاد ومقرر، بس احنا لازم نعرف بيه ولادنا باستمرار ان في ناس عمالة تجود بأرواحها، علشان انا وانت نقعد نحكي ونتسامر ونروح قهوتنا ونروح الشيشة بتاعتنا ونتفرج على المسلسل ونتخانق على الكورة والحاجات اللي احنا بنعملها دي في حياتنا، مش هقولك عليها تافهة. في ناس في سينا بتضحي بروحها علشان انا وانت نمارس حياتنا اليومية بالشكل ده. وبيجودوا بإيه؟ اغلى ما يملكوا، روحه. روحه علشان الوطن. لو اطول ان انا اعمل كتاب أبرز فيه أسماء هؤلاء الشهداء ووزعه على كل مواطن مصري عشان يعرف إن في ناس فعلا في البلد دي بتحبها وعلى استعداد تضحي بروحها، اللي ماتوا في عز أعمارهم في عز شبابهم. لازم النهاردة في المصر أفندي نقول إن إحنا بنترحم عليهم وندعو الله أن يسكنهم فسيح جناته. صعب أبدأ برنامجي دون أن أترحم على هؤلاء الشهداء. الشهداء جادوا بأرواحهم يوم الخميس في وسط سيناء، بيدافعوا عن البلد، بيدهموا وكر إرهابي نجحوا أنهم يقتلوا 15 تكفيري شديد الخطورة. العشرة دول النقيب محمد عمر سليمان الجنايني الإسماعيلية، المقدم يحيى محمد علي بني سويف، الرائد أحمد صلاح الدين كفر الشيخ، جندي مصطفى عمار مركز الحوامدية الجيزة، جندي محمد محمود محافظة سوهاج، جندي إسماعيل فتحي السويس، جندي محمد صبحي البحيرة، جندي محمد حسن سالم الشرقية، جندي يوسف محمد عوض الشرقية، جندي مصطفى محمد محافظة الجيزة. هم دول اللي بيخلوني انا وانت نتنفس النهارده في مصر. بس عايز اقول لك الشهداء دول وهم بيضحوا بارواحهم علشان انا وانت اعيش. مفروض كل واحد مننا بقى يعمل شغله على اكمل وجه. ما دول عملوا اكمل وجه، روحهم صعدت للخالق شهداء. مفروض المهندس يشتغل كويس، مفروض الطبيب يشتغل كويس، مفروض